عشت ظروف صعبة، تحديات صعبة، ولكن كيف نطلع من هذه التجربة بدرس، بدرس يحمي وضعكم مستقبلكم، ويكون درس أن كليتنا كعراقيين وكبشر أنه ما حصل لا يتكرر. ويجب نعترف أنه ما تعرضت له من ظلم ومن تجاوز من قبل هذه الجماعات يجب أن يتحول درس أمل، معاناة قوية، وجع وألم صحيح، بس الحياة تستمر، ما تتوقف عند حدث واحد بالحياة. شلون نحول هذا الوجع وهذا الألم إلى نقطة انطلاق بحياتنا؟ أنتم ما تمثلون بس أنفسكم، تمثلون مستقبل لكل عراقيين. فرصة حتى تساهمون بالمجتمع وتنطون بارقة أمل. إحنا ما نفكر لا بالانتقام ولا نفكر بقيم كان يمارسها هذه الجماعة، وإنما نبحث على العدالة. العدالة حق مشروع يجب أن نبحث عليه، نبحث على المجرمين، والحمد لله شكرا بعض المجرمين وقعوا في يد العدالة، وبعض قد يكون ما زال بعيد، ولكن ستأتي الساعة واللحظة التي يكون فيها تحت رحمة وقبضة العدالة.